السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. ايمن حاريت يتحدث عن تأهل المنتخب المغربي لدور الربع النهائي في الكان، وبغيابه وخلافه مع الناخب الوطني وحيد خيلوزيج. تحدث الدولي المغربي أيمن حاريت عن مشوار المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفريقيا الكاميرون وغيابه عن البعثة، مشيرا إلى أنه يتابع ويساند الأسود رغم أزمته مع الناخب الوطني وحيد خيلوزيج. وأكد أيمن حاريت في تصريحه لإحدى الإذاعات الفرنسية عن المنتخب المغربي في الكان قائلا: أشاهد المنتخب المغربي وسعيد لأجله، إنهم يستحقون، وأتمنى أن يذهب المنتخب المغربي إلى أبعد حد في المنافسة. وعن غيابه عن المنتخب المغربي صرح اللاعب الأولمبيك مارسيليا: ما حدث مع المدرب يبقى بيننا، عندما يتعلق الأمر بالوطن فأنا دائما خلف المنتخب المغربي وأشجعه. حيث أضاف في تصريحه الصحفي: إذا انتصر المنتخب المغربي فأنا سعيد لأجلهم، رغم أنه هناك فارق كبير بين حضوري وغيابي وذلك يؤسفني. ويحرص أيمن حاريت في كل مناسبة على دعم المنتخب المغربي والإعراب عن تمنيته بمواصلة الأسود لمشوارهم في النسخة الحالية من الكان، وهو ما يثير استحسان متابعيه الذين يشيدون بوطنيته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.